رحيل المجلس العسكري على بلدتي أثناء تمشيط أمام الكمان من الألغام المزروعة من قبل عصابات الدواعش. قامت كتيبة الهندسة التابعة إلى المجلس العسكري في بلدة سين اليوم بتفكيك العبوات التالية، والعبوات كانت مزروعة على الطرق المادية الزراعية. طبعا المجلس العسكري هو تنظيم داخلي تم تشكيله، وكان من أولى أولوياته هو حفاظ الأمن والأمان في البلدة. طبعا كان من أبرز أعمال المجلس العسكري عدة قرارات. القرار الأول كان عدم السماح للسيارات المخيمة بالتجول داخل البلد لتكرار حالات الخطف، عدم إطلاق النار في الأعراس والمناسبات والنزاعات الشخصية تحت طائلة الغرامة والسجن. 2016 تمشيط المنطقة من الألغام التي زرعتها عصابات الدواعش خليها